دلوقتي بقى هنتكلم عن التمارين الصح. مش دايما بنعمل تمارين بتساعد على حرق الدهون، اوقات بنعمل تمارين ما بتجيبش نتيجة خالص. فاحنا الحقيقة النهاردة هنتكلم عن التمارين اللي فعلا بتحرق دهون، وفي نفس الوقت هنتكلم كمان عن الاكل المفروض ناكله قبل التمرين وبعد التمرين. معانا النهاردة كابتن شريف ناجية، مدرب دولي معتمد. اهلا بيك. اهلا وسهلا يا فندم، منور. اهلا بحضرتك، دنور حضرتك. خلينا نتكلم الاول عن الاكل والطاقة المفروض ناكله مظبوط. والحقيقة انا عملت من شوية كرات طاقة للاطفال عبارة عن شوفان وشوكليت سبريد ومكسرات وعسل وقرفة أو بشر برتقان، وإيه رأيك في ال حلوة جدا، لأن هي لما معظم مصادر الطاقة اللي الجسم بيحتاج لها. احنا طبعا بنحتاج طاقة قبل التمرين، فحضرتك ما شاء الله يعني لميتيها كلها في حاجة واحدة، فاحنا بنقعد بس ايه ما بين ده وما بين ده وما بين ده، ناكل ايه من هنا، ناكل ايه من هنا، ناكل ايه من هنا، فحضرتك حطيتيها كلها في حاجة واحدة. وحضرتك كمان خبير تغذية، فبالتالي ملم بكل ما هو مهم من ناحية التغذية اللي بتنفع الرياضة، مظبوط يا فده فندم، شيء هايل جدا. بيكملوا بعض. طيب تنصح بحاجة زي كده، واحدة أو اتنين مثلا قبل التمرين بقد إيه؟ دايما لازم أسيب من ساعة لساعة ونص قبل التمرين، ما ينفعش أدخل التمرين وأنا معدتي مليانة، لازم أدخل التمرين وأنا معدتي فاضية، لأن لما أكون معدتي مليانة بيكون الدم جواها أوريدي مش جاهز إن هو يتوزع على الجسم، فبيبتدي يحصل شويه كونفيوجن، او يعني شويه ان هو بيبتدي مش عارف ولا ان هو يروح للمعده ولا يروح للعضلات، فلازم ادخل في مرحله الهضم، واكيد حضرتك طبعا عارفاها، اللي هي من ساعه لساعه ونص في حاجه زي اللي احنا بنقدمها. لو حد اكل وجبه كبيره شويه لا لازم يسيب ساعتين. تمام، ايه الحاجات اللي بتنصح بيها قبل التمرين بشكل عام؟ اللي حضرتك عاملاه وجبه كامله متكامله. حلو قوي. ايه كمان لو مثلا الناس ما عندهاش شوفان وعسل، هل مثلا تمرايه موزه؟ على حسب التارجت بتاع كل واحد، بس مين لي يعني الناس اللي هي وقتها مزنوق طبعا بننصحها بالموزه، لان هي فيها سيمبل كارب او فيها يعني دهون بسيطه، سوري فيها نشويات بسيطه فتدي لهم باور. تمر نفس الكلام، لكن انا بحب ان طبعا يكون محسوب اللي احنا بندخله جسمنا عشان التارجت بتاعنا يكون واضح وكلير انف عشان يسهل علينا التارجت بتاعنا. فطبعا احب ان هو يكون زي البطاطا، زي البطاطس ومعهم شويه بروتين وشويه حاجه من مصادر طبعا الدهون الصحيه، زي ما في الكوره الجميله بتاعتنا لوز كاجو وكده. هايل. طيب نخش بقى على التمارين. تمام. وما بعد التمارين، طب بما ان احنا في حته التغذيه خلينا برضو نقفلها ونقول بعد التمرين المفروض الواحد ياكل ايه وفي وقت قد ايه. والله هو قبل التمرين وبعد التمرين القصه مش كبيره، حتى بعد التمرين الجسم محتاج اللي هو محتاجه اللي هو النشويات والبروتين والدهون، بس هياخد قد ايه منهم؟ يعني الفكره في الحسبه، يعني النشويات لازم تبقى قليله والبروتين عالي والدهون برضو زي النشويات قليله شويه، هو ده احسن حاجه تدخل بعد التمرين، بس مش معنى ان انا اتمرنت يبقى اشيل النشويات او الدهون زي ما ده مفهوم خاطئ عند الناس. لا، برضو هي الوجبه الكامله بتاعتنا اللي محسوبه على مدار يومنا. تمام. طب سؤال مستخو بس كده، ايه رايك في البروتين بارز اللي موجوده في السوق؟ يعني من الحاجات اللي فعلا تنصح بيها ولا لا؟ هي يعني الموضوع ده اصله موضوع كبير، على حسب الشركة اللي بتنتجها، هل هي فعلا متخصصة في ده؟ لأن احنا شفنا في الأيام اللي فاتت دي 30 شركة. طب يعني أنا آسف، عندكم فعلا كلكم الماتيريالز دي كلها إن أنتوا تعملوا البروتين بار زي النيوتريشن فاكت اللي مكتوب ورا، بيبقى الموضوع صعب. فاحنا بيبقى في شركات في ثقة فيها، هي دي اللي ننصح إن احنا نشتري منها البروتين بار، والبروتين بار شيء كويس جدا لو برضه زي ما هنرجع نقول محسوب على يومنا عادي، شيء صحي جدا. تمام، يعني من الحاجات اللي ينصح بيها قبل التمرين. طب البروتين بار ولا بعد؟ لو انا برضو وقتي مزنوق قبل التمرين طبعا انصح بيها، لان هي فيها نشويات فيها دهون فيها بروتين. لو بعد التمرين لا طبعا، بعد التمرين هبطلع جعان، فلو حطيت بروتين بار مش هتشبعني وهاكل وجبه، فهيبقى كميه الاكل اللي على مدار اليوم كده هي طلعت فوقيه، فمش هتبقى احسن حاجه. في حاجه برضو يمكن انا حابه اضيفها صغيره، البروتين بارز بتتباع في السوق في منها اجرامات في البروتين بيبقى مكتوب على الغلاف من بره، يعني خلوا بالكم وانتوا بتشتروا، ركزوا في مكتوب عليه 10 جرام بروتين وفي مكتوب عليه 30 جرام بروتين. فاحنا طبعا المفروض قبل التمرين ناخد اللي هي 30 وبعد التمرين
برضو الاحسن ان احنا في البروتين بار اللي هي اسمها بروتين بار مش انرجي بار. أيوة. فبروتين بار احنا عايزين اعلى كميه بروتين ممكنه، بس الاهم ان البروتين اللي بيبقى مكتوب بره هو فعلا اللي يبقى جوه البروتين بار. فاحنا الانرجي بار ممكن ناخدها برضو قبل التمرين، اللي هي البروتين بتاعها زي ما حضرتك طبعا قلتي ودي حاجه مهمه جدا، اللي هي البروتين بتاعها قليل شويه.